السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله هنواصل معاكم بإذن الله مراجعات والحاجات المطلوبة بالنسبة لليوتيوب. يعني بدأنا الحصة اللي فاتت كانت قوانين شاملة إلى حد ما، يعني إن كنا نسينا واحد أو اتنين أو تلاتة هيجي في حل المسائل إن شاء الله نحلها مع بعض. النهاردة هنتكلم عن ميل الخط المستقيم. ميل الخط المستقيم، ايه هو ميل الخط المستقيم؟ هنعمل حوالي 10-15 ميل خط مستقيم كده نراجعهم مع بعض، اللي احنا بنسميها المنحنيات. المنحنيات ايه حكاية المنحنيات ديت وازاي نبدأ بها؟ وفي ملاحظات جميلة حلوة هنتكلم عنها. يعني ايه؟ يعني هو ما بطلبش مني الميل بس، بطلب مني الميل والعلاقة الفيزيائية. يعني ايه؟ مثال بسيط خالص، كنا احنا اتكلمنا في المعادلات التلاتة بسرعة، كنا بدأنا بها الحصة اللي فاتت، كنا قلنا في F بتساوي VI زائد AT. يا مستر ديت قلنا الترم الاول قلنا بنحل فيها كتير وحاجات كتيرة موجودة عندنا في الترم التاني، ودي اللي بدأت بيها القوانين الحلقة الماضية. تعالوا بقى ايه فكرة الميل وايه حكاية القانون بتاعه. اولا في قاعدة عندنا في الفيزياء، لما يكون عندي فيه كميات فيزيائية مكونة من حاجتين تلاتة بالراحة خالص كده، بنقول اقصى اليسار بتعمل في المحور الرأسي، اقصى اليمين بتعمل في المحور الافقي. ركزوا في الكلام. طيب ديت بدأ من الصفر، لان انا هبدأ من الصفر هنا فعلا، يبقى الوقت ما تبقى الكمية الفيزيائية ايه؟ العجل. اقولها تاني، المحور الرأسي لازم نراجع الحلقات اللي فاتت، حلقات شرح جميلة جدا على اليوتيوب، خلاص نجيبها. وفي حصص تأسيسية في الفيزياء، حصص تأسيسية في الكيمياء، حصص تأسيسية في الأحياء، يعني ألف باء تاء في الايه في كل واحدة لغاية تالتة سنة. فياريت نراجع عليها نثقف نفسنا، مش هتاخد مننا نص ساعة او ساعة من القعدة اللي احنا قاعدين. خلاص يبقى القاعدة العامة ميل الخط المستقيم هيطلع خط مستقيم كده. طيب ميل الخط المستقيم بقى اللي هو طلبه هي خلاص العلاقة الرياضية اهي، يبقى ما يديني الشكل ده V و T، يبقى ايه ميل الخط المستقيم اللي احنا بنسميه سلوب بيساوي مقابل علم جو. ركزوا كده في الحتة دي، مقابل يعني V، مجاور يعني T. طيب معنى كده يعني ايه؟ يعني عندي في على تي هتساوي ايه؟ العجل. ده كلام واخدينه زمان من تلتة اعدادي، يعني السرعة على زمن بتديني عجلة. طب ما هي موجودة عندي ايه؟ يبقى الوقت هنا ميل الخط المستقيم بالعربي بقى، ميل الخط المستقيم بيساوي الايه، خلاص اللي احنا بنقولها بالعربي بالايه؟ العجل. طيب المعادلة التانية بسرعة، يلا نمشي بقى، احنا خلاص عرفنا الفكر. المعادلة التانية بتقول دي بتساوي في اي تي، اشطب عليها انه بدأ من الصفر، يبقى في اي تي زائد نص اي تي تربيع. يلا اقصى اليسار محور الرأس، اقصى اليمين، اقصى اليمين ها تي تربيع. فين يا استاذ؟ اهي اتفقنا، ها من الخط المستقيم بدأ من نقطة الصفر، يبقى ميل الخط المستقيم هو نص العجل. يبقى الاسلوب على طول بقى كده عشان ما نضيعش وقت بيساوي ايه؟ نص ايه، ودي مشروحه الترم الاول بالتفصيل. نبص على الحلقات بتاع الترم الاول، مش هيخس علينا حاجه، العلم نور. نتعلم المعادله الثالثه، في اف تربيع بيساوي في اي تربيع زائد 2 اي دي. ركز معايا، ها بنشطب على دي، بنشطب ليه يا مستر؟ عشان ما ننساش بس مع بعض كده، بنشطب ليه؟ لانها بدأ من السكون، الثلاث معادلات بتبدأ من السكون، لذلك بنبدأ كده، ها يبقى ما عادش الا دي، يبقى اكتب في تربيع بس، ما اكتبش الاف بقى عشان هي معادلة هي سرعة واحدة. هنا الدي اقصى اليمين، اتفضل يا استاذ، ما تبقى ايه بسرعة؟ نعمل كده في تربيع على دي. دي تفيدني؟ تفيدني في حل المسائل كتير. خلاص يبقى اما اجيب العجله، اما احب اجيب العجله بعمل العلاقه ديت وبطلع ايه العجله بسرعه. يبقى ميل الخط المستقيم سلوب هيساوي
ها اتنين ايه؟ يعني ايه اتنين ايه؟ هقول له ضعف العجلة. طب اللي فوق ديت اقول له ايه بالعربي؟ نصف العجلة. طيب نجيب حاجة بقى من ورا او من ورا، مهمة جدا المنحنيين دول. لما اجي اقول لك دبليو، ها عشان في ناس بتسأل وقت، الدبليو اكتب انه ان، واللي تحتيها نفس المنحنى وعامل لي دبليو وبين قوسين ايه؟ جول. خلاص يعني ايه الكلام؟ يعني مرة عامل لي كده وعامل لي هنا ام، ومرة عامل لي هنا كده وعامل لي هنا ايه؟ دي. ده كلام كبير بقى؟ اه كلام كبير. طب نفكر ازاي بقى بالراحة؟ احنا دارسين الويت مع العلاقة الرياضية، لازم اجيبها الاول. ها الويت بيساوي ايه؟ ام جي. ادي الويت اهو اقصى اليمين، ها جايب لي هو دي، جايب لي هي دي، يعني جاب لي ديت رأسي ودي ايه؟ ها افقي. يبقى اللي باقي ايه؟ هو الاسلوب. يبقى انا عندي الاسلوب بيساوي مقابل على مين؟ على مجاور اهو دبليو على ايه؟ ام. اللي ناقص ايه في العبارة يا جماعة؟ بتساوي جي. يبقى اقول له جي ديت عجلة الجاذبية. عجلة ايه؟ الجاذبية. طب انا عرفت منين؟ ما هي دي الوزن يا جماعة، دي الوزن. حاجات مهمة، ها ده حتى لو هناخد شوية دلوقتي في الحلقة دي وشوية في الحلقة الجاية وما نلخبطش نفسنا، بس نذاكره. ها بص على دي كده ودي كده، العلاقة هنا في ايه؟ دبليو بتساوي اف دي. ولسه طالب او طالبة، معلش يعني، لان في ناس بيعملوا نفسهم او بيكلموا تليفون الاب او الام، بس بيبقى كاتب ايه؟ حاجة معينة. يعني ممكن طالبة بتتكلم او بتعلق من تليفون باباها او مامتها، دي مش مشكلة، كلكوا ابنائي بنات او شباب، مش فارقة. حد طالب ايه؟ القانون ده جه منين؟ العلاقة دي ده الشغل. طب انا عرفت منين يا استاذ الشغل؟ انت حافظ وخلاص؟ لا، الشغل جي بالجول. يبقى هنا دبليو وهنا ايه؟ دي. طب العلاقة بينهم ايه؟ مقابل على مجاور. هنا دبليو على ايه؟ على دي. طب ركز معايا، هتديني ايه اللي باقي؟ ما هو دبليو اهوت ودي، يبقى تديني ايه؟ القوة. يبقى الاسلوب هنا اسلوب بيساوي مقابل دبليو، بس دبليو هنا ورك. ورك يعني ايه؟ شغل. على دي، ها تساوي ايه يا جماعة معايا؟ ها دبليو على دي بتساوي ايه؟ القانون اهو، دبليو على دي بتساوي ايه؟ اف. يبقى هنا ايه؟ القوة. يبقى تفرق كتير؟ اه تفرق كتير. يبقى من الخط المستقيم هو ايه؟ القوة. حاجات مهمة جدا. طيب ركزوا معايا برضو، ها لو جه قال لي المنحنى ده كاينيتك انرجي واداني هنا، انتوا فاكرين كاينيتك انرجي بتساوي ايه الاول؟ كاينيتك انرجي بتساوي نص ام في تربيع. طيب لو جاب لي هنا كده وهنا في تربيع، ممكن تيجي؟ اه ما هو العلاقة يا جماعة فيزياء جميلة بس نفهمها، بلاش موضوع الحفظ، حفظ نحفظ قوانين بس نفهم احنا بنشتغل ازاي. مش هقول لكم مش هنحفظ، اه نحفظ بس ايه؟ نفهم بنشتغل ازاي. لو قسمت كاينيتك انرجي على الفي تربي، ركزوا كده، انا جبت دي رأس وجبت دي ايه؟ افق. ها بقي لي ايه؟ نص ام، نص ام. يبقى انا عندي نوت ميل الخط المستقيم اللي هو الاسلوب هيساوي كاينيتك انرجي، كاينيتك انرجي على ايه؟ ها في تربيع هتساوي ايه؟ ما هو اللي باقي ايه؟ نص بيساوي ايه؟ نص ام. هو ده من الخط المستقيم؟ اه نصف الكتلة، نصف الكتلة. فاكرين الحلقة بتاعت امبارح قلنا ايه؟ كاينيتك انرجي. طب نجيب حاجة تانية كمان في دي بالمرة، ها لو انا جبت كاينيتك انرجي كده، ها وجبت ايه؟ ام، ينفع؟ اه ولا حد ولا عندي حاجة، معلش هات العلاقة الاول، كاينيتك انرجي بتساوي نص ام في تربيع. طب دي يا مستر اه في الرأس، طب الام اهي، يبقى معلش هقول له دي كاينيتك انرجي ودي ايه؟ ام. ايه العمل؟ هقول ايه؟ هقول دلوقتي الاسلوب، الاسلوب اللي باقي، يعني جبت دي اهي وعلى دايره وده على دايره، اللي باقي لي ايه؟ نص في تربيع.
يبقى الاسلوب هنا هيساوي نص في تربيع مقابل على ايه؟ مجاور. حاجات مهمة يا جماعة. طيب كاينيتك انرجي بالمرة، ها مركزين على كاينيتك انرجي، مفيش مشكلة، نركز زي اللي احنا عايزين. كاينيتك انرجي هيساوي نص ام في تربيع، فاكرين خدناها امبارح. طيب انا عاوز اقول ايه هنا؟ عاوز اقول الاتي، بصوا كده، فك الايه؟ السرعة. كاينيتك انرجي اما اقول فك السرعة بقى خلاص هتبدأ تتفاهم اهي. يبقى نص الام سيبها زي ما هي، الفي مضروبة في ايه؟ في الفي. طيب ما تبص على دي كده، بص على دي كده، يبقى لو عملت هنا اهو، لو انا عملت هنا كاينيتك انرجي، كاينيتك انرجي هتساوي، وعملت هنا في، ينفع؟ اه. يعني في طالب او طالبة تقول لي الله يا استاذ انت فكيت الفي تربيع ليه؟ لما في غرض، في غرض هنا مهم جدا جدا جدا. يعني ايه يا مستر؟ يعني كاينيتك انرجي اما اقسمها دلوقتي كاينيتك انرجي على الفي، لو انا مش فاهم ديت مش عارف افكها، طيب يعني هتساوي ايه بقى؟ الاسلوب ها بيساوي ايه؟ ها انا علمت على ده هنا اهي في الرأس، علمت على ده اهي في الافق، يبقى باقي لي ايه؟ هقول له نص كمية التحرك، مهمة جدا، وترجمها له نصف كمية التحرك، مهم الكلام جدا جدا جدا. خلاص انا اشتغلت كاينيتك انرجي في حاجات كتير. طب ما تيجي بقى بالمرة قبل ما نقفل الحلقة ديت، لو قلتلنا بوتنشال انرجي، طب ما نشوف بتساوي ايه؟ ام جي اتش. بتألف يا مصر؟ لا ما بألفش، دي فيها اتنين منحنى بقى كده، معلش. بصوا كده، لو جاب لي هنا كده بوتنشال انرجي، دي الرأس اهي، ها وديت ام جي. يعني ايه؟ فاكرين ام جي يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني الوزن. لو عمل لي بوتنشال انرجي والدبليو وعمل لي كده اهو نيوتن، ولازم يعمل لي كده يعني الوزن. طب يا استاذ ايه العلاقه؟ اجيبها منين؟ ما قدامي اهي، جاب لي دي راسي ها وديت افق، اللي بقى مين؟ الارتفاع اتش. خلاص يبقى الوقت لو عملت هنا بوتنشال انرجي ونوت ايه؟ دبليو اللي هو الويت، ها اقول له ايه؟ هقول له الاسلوب، الاسلوب بتساوي المقابل بوتنشال انرجي، بوتنشال انرجي على ايه؟ دبليو، تمام. طب يعني ايه برضه؟ ما يهمش، بوتنشال انرجي على دبليو اهي، دي على دي هتساوي ايه؟ الارتفاع اتش اللي هو الايه؟ الارتفاع. مهم جدا يا جماعه هذا الكلام. خلاص تعالوا برضه علاقه تانيه هنا، بوتنشال انرجي، تمام. عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب هنا ال H، معلش، يا اما نقول له الناتج لسلوب، لسلوب، يا اما هقول له بصوا كده لما اقسم ديت على دي على ال H، يا اما هقول له لسلوب بيساوي ام جي، مفيش حد عنده ليه حاجه، ما صح، يا اما هقول له لسلوب بيساوي ايه؟ الويت اللي هو الايه؟ الوزن بالنيوتن. خلاص يعني حاجات برضو سهله. طيب لو عمل لي كده بوتنشال انرجي، بوتنشال انرجي، وعمل لي الاتش، عمل لي مثلا ايه؟ الام، ممكن الام، اه ممكن الام، اعملها ايه؟ معلش ابص كده، بوتنشال انرجي والام، اللي باقي لي ايه؟ جي اتش. يجيب زي ما يجيب اهو، بوتنشال انرجي مع مين؟ ها مع الام، على الام. يبقى الاسلوب هيساوي يا جماعه الاسلوب الباقي، الحاجه الباقيه، يبقى قسمت ديت على الام، يبقى باقي ايه؟ جي اتش، جي اتش. خلاص يبقى دي اساسيات من الاساسيات. طبعا في لسه من خط مستوى، يعني من خط مستوى، من الخط ايه؟ المستقيم، يعني الاسلوب، يعني المنحنيات اللي انتوا طلبتوها، ان تبقى الحلقه اللي ايه؟ المره الجايه. طبعا لسه في حلقه فيها في المنحنيات، عشان ما نقولش المستر بايه بيشيل حاجات، في طبعا في منحنيات لسه ان شاء الله نعملها، وفي اشكال مهمه جدا خاصه الشغل، الشغل دايما بيجيب لي علاقه ما بين الاف والايه والدي، وبطلب مني ايه؟ الشغل. فطبعا دي بتبقى المساحه تحت الشكل اللي اعطاها لي، هنتدرب عليها الحصه القادمه ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا عشان يوصل لنا كل جديد، و مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، وإن شاء الله نتابع مع بعض فيزياء، كيمياء، أحياء، علوم، ساينس إن شاء الله،
وما تنسوش الاشتراك تاني، تفعلوا الجرس، تشاركوا مع زمايلكم، وتحاولوا ترفعوا كفاءة القناة عشان نستمر مع بعض إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.